اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم 17 من شهر رمضان المبارك: السفر في نهار شهر رمضان إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، فإذا سافر الإنسان قبل الزوال فمتى ما وصل إلى حد الترخص وكان قد قصد المسافة الشرعية، هنا في هذه الحالة يفطر. إذا وصل إلى حد الزوال، إذا وصل إلى حد الترخص لابد له شنو؟ أن يفطر. هنالك متى ما وصل إلى حد الترخص يفطر، يعني سفره إلى هذا المكان يحتم عليه الإفطار على الأحوط وجوبا. أما لو كان السفر بعد الزوال، فالأحوط له أن يستمر في صيامه ولا يرخص له الإفطار إذا كان السفر بعد الزوال، فلا بد أن نفرق. أما بالنسبة إلى حد الترخص الذي هو المكان الذي لا يرى فيه أهل البلد، البعض عندما يكون قاصدا للمسافة الشرعية يتصور أن الإفطار قبل الزوال يكون في بيته، طبعا هذا لا يجوز وعليه القضاء وعليه الكفارة، بل فالإفطار لابد أن يحصل عند وصولك إلى حد الترخص وهو المكان الذي لا يرى فيه أهل البلد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.